وبالعودة للحديث عن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة للعراق، معنا من عمان عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الأستاذ مكي النزال. أستاذ مكي، بداية مرحبا بك. ما أوجه اعتراضكم على زيارة غوتيريش للعراق بهذا التوقيت؟ مرحبا بكم. زيارة غوتيريش لبغداد أن تكون طبيعية لو كان الوضع طبيعيا، بل إن بعض الناس منهم ناشطون وصحافيون وغيرهم أملوا خيرا بها، على اعتبار أن الأمم المتحدة ستضغط على نظام بغداد للعمل بقوانين حقوق الإنسان وما إلى ذلك، لكنهم فوجئوا بصورة للأمين العام وهو يقف مع أناس للشعب العراقي مشاكل كبيرة معهم. لذلك تجد الجميع، يعني ربما لا أبالغ إن قلت جميع العراقيين متفاجئون بهذه الصورة وهذه الزيارة وهذا الود الواضح في هذه الصورة. على المستوى القانوني والبروتوكولي أستاذ مكي نزال، كيف تقيم لقاء غوتيريش بزعيم ميليشيا كقيس الخزعلي وغيره من زعماء الميليشيات في العراق؟ نعم، يبدو أن الوضع ليس جديدا، يعني هذه الصورة تدل على أشياء كثيرة. فالرجل في ود عميق وكأنه بين مجموعة من أصدقائه، بينما هو وغيره ينادون بحل الميليشيات و يعني تقوية ما يسمى الحكومة ودورها في قيادة العراق. هذا الذي كما قلت استفز الناس، كيف يعني بروتوكولية ومن الواقع السياسي أيضا، يعني هذه ليست مفاوضات ولا مثلا مرتب لها، هذه تبين أنها زيارة ودية لهؤلاء الناس عموما. يعني أمام هذا اللقاء أستاذ مكي، لماذا ينظر الناشطون دوما والحقوقيون أيضا بسلبية إلى دور الأمم المتحدة في العراق؟ يعني أنا خبير بذلك منذ أول الاحتلال ومنذ قبل الاحتلال، يعني بعد الاحتلال حقيقة اتصلنا بالأمم المتحدة واجتمعنا مع ممثليها في أول أيام الاحتلال، ووجدنا أن الأمم المتحدة لها دور في الاحتلال، وهذا ما يعني يثير الغضب. لكن بعض الناس تخيلوا أن الأمم المتحدة تقوم بواجباتها المكتوبة، وواجباتها المكتوبة تنص على حماية الشعوب، تقوية الديمقراطيات، المداعاة بحقوق الإنسان، الضغط إلى حد التدخل العسكري ضد من يقمع المواطنين. بينما على الواقع الأمم المتحدة كانت شريكة للاحتلال الأمريكي، والآن شريكة فيما يجري في العراق من جرائم. هذا يعني الاستنتاج الذي نستنتجه من واقع الحال مع الأمم المتحدة. طيب، في ظل تأكيد بعثة يونامي أكثر من مرة فساد الأحزاب والعملية السياسية في العراق، لماذا لا تؤخذ هذه التقارير من المجتمع الدولي على محمل الجد؟ صدقني، المجتمع الدولي يأخذ هذه التقارير على محمل الجد، والمجتمع الدولي كل دولة في العالم، وقد أبالغ لكن أقول كل دولة مؤثرة، يعني عشرات الدول إن لم يكن مئات لها استخباراتها الدقيقة في العراق وتعمل بأريحية في العراق، ويعرفون الواقع يعني كما نقول سنتيمترا سنتيمترا، يعرفون كل شيء. وتقارير يونامي من العراق يعني هي شيء مضاف وواضح مكشوف للعيان، لكن يتغافل المجتمع الدولي، وأظن وهذا رأيي الشخصي أن المجتمع الدولي المتمثل بهذه الدول يخشى من بطش أمريكا، لأن أمريكا لا تسمح لأحد بالتدخل في العراق إلا على هواها، وعلى هواها يعني ضد الشعب العراقي.
نعم، من عمان عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الأستاذ مكي النزال، شكرا جزيلا لك.